حركات. علي كنت فين يا علي؟ امك بتدور عليك. علي انت ايه اللي نفخك كده؟ لا انا ما اتنفختش، انا عملت فورمة. فورمة الساحل اللي طول عمري بسمع عنها. دونت تاتش. ده بيلعب يا كوكي بيلعب. مش من حقك تلمسيني، احنا لسه متطلعين. المسك طبعا، خايف اعرف الحشو اللي انت حاطه جوه الهدوم. حشو ايه يا ماما؟ قصدك النيو لوك اللي انا عامله. شكلك هتتهبلي عليا. تهبل على ايه بلا خيبه؟ انت فاكر ان العضلات دي حاجه حلوه قوي؟ لعلمك دي بقت حاجه بيئه. انا لو كنت شفتك كده من الاول كنت عمري ما افكر اتجوزك. هعمل لك ايه يا انجي بقى؟ انا بعمل اي حاجه عشان ارضيكي ونرجع لبعض ونلم عيالنا حوالينا، لكن الظاهر عليك انك انت اللي مصممه. خلاص بقى انت حره، انا ماشي. علي. نعم. مالك يا علي؟ في ايه؟ اوعى. اصل المجنس تعبني شويه. مجنس؟ ده بيقول على السمانه مجنس. اسكتي بقى اسكتي بقى، ده قطع قلبي بقى. حرام عليك ده. ايه يا حرام عليك انت قلبك قاسي؟ حرام عليك ده مجنسه كلها وجعته. حرام. انت قاسيه يا بنتي، قاسيه والله. انا قاسيه؟ هو لسه شاف قساوه؟ انا لسه هخلي كل عضلات جسمه عضله عضله يتشدوا ما عدا عضله واحده بس. عضله ايه؟ عضله القلب طبعا. انت افتكرتي ايه؟ البي فاكرني اول ما اشوفه بعضلاته المنفوخه هقول له حوش يا حواش، شيلني يا حواش، اطلع بينا على المأذون يا حواش. بصي بقى يا انجي، بصراحه يعني ما تزعليش مني، انا صاحبتك برضو. انا بصراحه مش موافقه خالص على اللي انت بتعمليه مع علي ده. يا سلام، يعني انت موافقه بعد كل اللي حصل فيا ان انا ارجع له بسهوله كده؟ ايه سهوله؟ ايه حرام عليك اللي بتتكلمي عليها ده؟ انت بهدلت حواش ومرمطت حواش وضيعت حواش. حرام عليكي، ده انت جننتيه وديتيه للدكتور، ده انت نفختيه يا انجي. عايزه ايه تاني؟ عايزه يقول جاي مش هعمل كده تاني. مرفوعين ومنصوبين وليس ابدا مجرورين. اه ياني 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 مش هعمل كده تاني. ايه ده يا علي ده؟ انت منزلني من بيتي يوم اجازتي عشان تقعد تغني لي؟ والنبي سيبني في حالي يا حسين، انا مش طايق نفسي ولا طايق اطلع شقتي ولا طايق العماره باللي فيها وزهقان من عشتي. وانا كمان والله كنت قاعد زهقان وجعان، لقيتك اتصلت قلت انزل اكل واول مره قابلك. يعني انت نازل عشان تاكل يا حسين مش عشان تاخد بخاطري؟ لا لا حلو، عشان الاثنين. انت ما رحتش شغلك ليه النهارده؟ رحت يا سيدي، واختك انجي اتريقت عليا قدام مراتك كاميليا واتريقت على جسمي. قلت اضرب القميص ده يمكن احلاوه زياده. ايه رايك؟ حلوه النفخه الكدابه اللي انت فيها دي قوي. ايه القرف ده؟ عايز تعمل عضلات؟ يعني زي بص شايف الاسلام؟ قصدك شويه اللحمه دول؟ دول. لا 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 دول سهلين قوي يتربوا. ايه يا واد العضلات الجامده دي، يخرب بيتك. افهم من ده اعجاب ولا حسد؟ يا عم اعجاب وحسد ايه؟ دي اكيد تقصدني انا، اكيد عضلاتي شخللت في قلبها صح؟ يا انسه انت تقصديني انا ولا هو؟ انت طبعا، مش ابو كرش ده. ايه؟ هاي امشي يا بيت من احبسك. ما العضلات عامله شغل ايه؟ امال ما حوقتش في انجي ليه بس؟ يلا علي نطلع نكمل كلامنا فوق. لا 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 سيبني انا، خلاص فكيت كده ومودي حلو وحسيت بذاتي. وانت عشان تحس بذاتك ومودك حلو يطلع عين اهلنا. يلا يا علي. عليا النعمه مز. انت زيرو كام؟ انا على الثلاث شبكات. عليا النعمه مز. عليا النعمه لحبسك انت والمز بتاعك والثلاث شبكات. مش عايزه رقمي؟ لا انا عايزه رقمه هو. هحبسك انت كمان. اللي قول لي يا موحى. واقول لك موحى ليه؟ يا سامح ما يبقاش مخك مقفل، موحى بتدلعك يا اخي. ها هنكتب الكتاب النهارده ولا انت مش مستعد؟ كاتب كتاب مين؟ هو انت ربنا كرمك ولقيتي عريس؟ من تقلك. سامح تعال عايزك. انا بصراحه استاذ جميل بيتقلق منك. ما تقلقش، ده هيقول لك على شويه نصايح عشان ليله الدخل. نهار اسود. تعال يا موحى، تعال يا حبيبي. تعال يا اخويا، تعال تعال. بص يا موحى. نعم. بص يا حميمة سميرة. ايوه بص، خد ال 50 جنيه دي
عايزك تنزل تحت في كشري الكوثر اللي هو بعد مننا كده حوالي 2-3 كيلو. واخد بالك؟ عايزك تروح تاخد ميسون تاكل كشري هناك وتشبرق نفسك، يعني تجيب رز بلبن، مهلبيه، حاجه ساقعه، وبعدين خد تاكسي عشان الدنيا حر، تاكسي لحد هناك وبعدين تاكسي توصل بيه ميسون. ها؟ دري يا استاذ جميل، ال 50 جنيه بتبيض ولا انا مش عارف حاجه؟ لا يا اخويا بتولد. دمه خفيفه ميسون. ها؟ صح؟ صح. بقول لك ايه؟ نعم. عايزك تروح انت وهي بعد ما تخلصوا اكل وتتبسطوا تتفقوا على كل حاجه، المهر والعفش والمؤخر كل حاجه. يا استاذ جميل انت عارف ان انا معيش فلوس لده كله، انا على البلاطه. انا اللي هتنيل وهدفع، هتنيل وادفع، المهم اخلص منكم انتوا الاثنين. محر. ها؟ ازغلت بقى؟ لا صوت احسن. أنا اهلا يا سمورة، اتفضل. هو انا بس بسال على علي. بتسال على علي هنا ليه؟ ما طلعتش خبطت عليه ليه في شقته؟ طلعت خبطت ما حدش رد. هو مش هنا، انت خبطت كويس؟ كويس، ده انا قريت الباب كنت هكسره ورنيت الجرس كده هيولع. غريبه، مع انه مشي بالجرنان بدري بعد ما بعد ما بصراحه اتريقت عليه. بعتيني يا قمش بقى، انت مش ناويه تلميها بقى؟ بقول لك يا سموره ما تلومنيش، المها ولا بعترها مش وقته. المهم دلوقتي نعرف هو راح فين. هنلاقيه ان شاء الله. انا هنزل ابذل مجهود وادور واقول يا ترى انت فين يا علي، طليقتك بتدور عليك. مضمونه دي؟ اه مضمونه. اشرب حاجه بقى. لا يا سموره من هناك يا حبيبي، هتدور كده من هناك. كنت فين يا علي، طليقتك بتدور عليك. مرونة شبه يا بهوات. واحد شا سكر بره. وانت يا مدام؟ يسمع من بقك ربنا يا ابني. ما هو الشاي اللي انا طالبه ليها. وانت تشرب ايه يا استاذ؟ لا انا معيش فلوس غير حساب شاي واحد بس. يعني الشاي اللي انا هجيبه لك الحق السكر ولا ايه يا استاذ؟ انا هطلب لك على حسابي. ما انا قلت كده برضه، مش معقول قاعد مع واحده زيك وادفع حساب الشاي. هات له واحد بيرة على حسابي. بس كده اوامرك يا مدام. ايه يا عم انت ما تعملش كده، اوعى تعمل كده. في ايه يا استاذ؟ جرايه ميسور، انت عايزه تسكريني علشان تفقديني وعي وتفقديني عز ما املك؟ وعيك ايه وعز ما تملك ايه؟ النضاره يا اختي. هو بابي فين يا مامي؟ انا نفسي اشوفه، وحشني قوي. والله يا سولي وحشني انا كمان. هو انت زعلتي في حاجه يا مامي؟ انا فعلا زعلت وقسيت عليه، بس هو كمان كسر قلبي لما قال لي انت طالب. مامي انت ما بترديش علينا ليه؟ عشان مش قادر ارد على نفسي. يعني ايه؟ يعني مش عارفه بوبي فين. يلا يلا بطلوا كلام وناموا، عندكم مدرسه الصبح.